طيب، السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. هذا هو البيتكوين على فريم الساعة، شايفين هالشموع الصفر؟ هذا هو انديكيتر اسمه انستيتيوشن ليكويديتي. هذا ما حتلاقيه على تريدنج فيو لأنه أنا اللي عامله. أوكي، فهون إذا شفنا هون هاي شموع الانستيتيوشنز، هون حيتان باعت، يعني انستيتيوشنز يعني مؤسسات مالية ضخمة باعت. هذا المؤشر بيحدد لك وين انستيتيوشنز باعت، وين اشترت. هون اشترت، رجعت باعت من فوق، هون هلا باعت. طبعا هذا يتوافق مع الفوليوم انه اخر 3 شموع على فريم الساعة عم يزيد. هذه التحليلات هي انتراداي، تداولات يومية مو تحليلات بعيدة المدى بالمناسبة. تمام، فما لها علاقة بتحليل الكريبتو بوينتس، ما بيبين معك الا على المدى البعيد. حاليا هلا الانستيتيوشنز هنن لهم سلوك على عملات رقمية، السلوك ملخصه بالتالي، بعدين بنعمل لكم حلقة مفصلة بس لنفضل نسجل على اللابتوب. طيب، فشو مال الانستيتيوشنز؟ بتعمل لك مومنتيوم، عزم هابط، هون حيتان باعت. طبعا في لها مواصفات خاصة هي الشموع، فبدك انديكيتر يبين لك وين الانستيتيوشنز فايتة، شو عم تعمل، عم تبيع ولا عم تشتري. يعني هي دخلت هون شموع، هي الصفرة باعت، هون دخلت شموع الصفرة كمان باعت. طيب هلا شو عم تعمل انستيتيوشنز؟ طلعت بفوليوم، طلعت بفوليوم، عم تختبر هن نفسهم شو بيعملوا وقت نعمل بامب ودمب. المؤسسات المالية الضخمة على العملات الرقمية لها اسلوب بالبامب والدمب. اول شيء بتفوت بمومنتيوم قوي، تمام. طيب بعد ما تفوت بمومنتيوم قوي بعمليات البيع، هي بتعرف، تمام، او ما بيكون عندها فكرة واضحة عن السوق بده يطلع او يهبط. حتى الحيتان يعني لا تفكر انه هي بتفوت صح، دائما ممكن تفوت غلط. تمام، فهي شو بتعمل؟ فبتلجأ لاسلوب لتعرف هذا السوق هو بيعي ولا شرائي، لانه هو صار عند مقاومة. تمام، هاي المقاومة خليني اوريكم اياها على فريم الـ4 ساعات. شايفين؟ عفوا، عن دعم، هذا هو دعم الـ4 ساعات. اوكي، فحاليا انستيتيوشنز، تمام، شايفة انه هذا السوق ممكن يهبط. اوكي، فبتفوت بتبيع كميات ضخمة، لاحظ بتزيد كميات البيع، زادت كميات البيع، فهذا بيع نظامي، بيع قوي. هون الشراء كان ضعيف، لاحظ هون الشراء ضعيف، الفوليوم عم ينزل من هاي النقطة، هاي النقطة اتجاه هابط، الفوليوم عم يزداد على البيع، فهي الموجة لساتها قوية. طيب، فبما انه الانستيتيوشنز ما بتعرف شو وضع السوق، ممكن تكون اوضاع اقتصادية بتهوي، تمام، بس الناس عندها اقبال على البيتكوين لسبب ما، تمام، اسباب اقتصادية متعددة ومتداخلة، ما فيك تحلل وتقول انه والله اتجاه صاعد او هابط بدقة. فشو بتعمل هي الحيتان؟ تمسك بتبيع، فظهر عنا على المؤشر لون لي شموع بهدول 3 شموع الصفر. بعدين رجعوا بيعملوا هن نفسهم بيشتروا بكميات ضخمة نفس الشيء وحتى أضخم من اللي باعوها. أوكي، تمام، وبيبلشوا يختبروا السوق، بيرجعوا بيطلعوا مع السوق مرة تانية. تمام، هاي نفس مبدأ عملية البمب والضمب، بس هلا عم لكم بشكل مفصل عن طريق مؤشر كيف بنعمل هذا الموضوع. اوكي، طيب، وبيرجعوا بيشتروا، بيرجعوا اشتروا هون، الشراء هذا ضعيف، بيرجعوا بيختبروا النقطة العليا، رجعوا اختبروا هاي المناطق فوق اعلى نقطة اشتروا فيها، ليش؟ مشان يحافظوا، باعوا فيها مشان يحافظوا على قليل من الارباح. لو لقوا السوق انه ما في اقبال على الشراء، اوكي، لو لقوا السوق في اقبال على الشراء بضلوا محتفظين بكمياتهم ببيعوها من فوق. لو لقوا السوق ما في اقبال على الشراء فبيطلعوا فوق هاي الشمعة، تمام، الشموع اللي قبل منها كانت حاطة هاي هي، فبيمسكوا بيعملوا مقاومة عندها، ببيعوا كل كمياتهم دفعة واحدة، خلاص منتهى الموضوع بالنسبة لهم، هذا السوق ليس صاعد. فبتلاقي بعد منا هن نفسهم يلي باعوا من هون رجعوا اشتروا بكل كمياتهم اختبار هاي. فالاختبار بيتم بنفس كميات البيع والشراء، بتشوف هل بقية الناس، يعني الحوت بيرجع بيشتري بنفس كمياته، بشوف هون هي المنطقة، اوكي، بشوف هي المنطقة هل في ناس بالفعل ناوية تشتري بيتكوين بده يطلع، لأنه هو مشتري بنفس كمياته مو فارقة معه. فلو لقى أن السوق حلق بعد عملية الضمب اللي عملها الأولى، تمام، فبيرجعوا هن بيطلعوا السعر بنفس المنطقة الأولى اللي عملوا فيها الضمب، رجع شايف لمنطقة الصفرة،
هذا سلوك الانستتيوشنز او الحيتان على العملات الرقمية هيك بيعملوا، بيرجعوا بيطلعوا السعر على المنطقة الاولى اوكي اللي هن اصلا باعوا منها، بيعملوا شوية ارباح بروفيتس هون. لقوا الناس باقي الجماهير ما انضمت للحفلة وما طلعت سعر بشموع قوية، بيجي بعدين عملية الضمب الثاني لالهن، تمام الضمب الثاني لالهن، بينزلوا بيهبطوا بالسوق بيبيعوا كل كمياتهم من فوق، فهن باعوا من هون رجعوا اشتروا بنفس كمياتهم، شافوا السوق هل في بيع او شراء، هذا السوق صاعد او هابط بالنسبة لالهن، ما في كميات حاليا شراء حتى اللحظة الحالية، واذا هي الشمعة قفلت بعد 12 دقيقة باقي 12 دقيقة على هذا السلوك الفوليوم الشرائي الهابط، فهون حيرجعوا عملية ضمب ثاني وحيكسروا مستوى الدعم، خلاص باي باي لتحت، وهن بيكونوا باعوا من فوق وما خسروا اي شيء، بالعكس ممكن يربحوا ارباح بسيطة تمام كنسب مئوية ولكنها ارباح هائلة بالنسبة للكميات لالهم، ويخلوا الناس الحشود اشترت بهدول الشماتين ويلا مع السلامة باي باي لتحت. هذا نفس مبدأ عمل البمبات، البمبات هيك بتشتغل بالعملات الرقمية، ما بيشتروا دفعة واحدة، بيشتروا اول شيء بيعملوا بيدخلوا بكميات، بيرجعوا مثلا السوق بده يطلع بيبيعوا بكميات ضخمة، فالناس بتفكر ان السوق بده يهبط، فهن بيبيعوا الناس الجماهير هن بيشتروا منهم، بيطلعوا من السوق بيطلعوا بالسوق بنفس الكميات اللي هن دخلوا فيها اصلا تمام، بيرجعوا بيشتروا مرة تانية، بيوصلوا للنقطة اللي هن باعوا من عندها مثل هون، هذا السوق بيختبروا السوق هل والله في عزم للشراء او عزم للهبوط تمام، اذا لقوا هذا السوق ما في اقبال على الشراء مثل هلا ما في اقبال على الشراء حتى اللحظه الحاليه ما بعرف وضع شو بده يتغير بعد ساعه ساعتين اوكي، طيب بيرجعوا هن بيشاركوا بيساهموا بنفس الحفله وبيعملوا ضمب على العمله تبعك. هذا الموضوع احنا شرحه بطريقه مفصله، طيب انت بالنسبه لك شو بدك تعمل؟ انت ما حتعرف هون، فيك تقدر وضع هلا اوكي انه ما في سيوله شرائيه، بس ممكن بعد لحظه نلاقي شمعه لفوق او الشمعه اللي بعد منها شمعه لفوق، فانت شو بدك تعمل؟ هيك حاله تاخذ هذا الفريم اللي هون، تاخذ مستوى المقاومه اللي حيكون عند 19900 وتحط امر الشراء معلق عنده، السعر والله كسره طلع لفوق ما عاد هذا شراء حقيقي، والسعر حيطلع ببمب لفوق، والانستتيوشنز نفسهم يلي ساهموا بعمليه الضمب هن اشتروا واحتفظوا بكمياتهم حيبيعوها لفوق، فالسعر حيطلع معك لفوق حكما تمام، فانت ما فيك تتنبأ انه الحيتان شو بدها تعمل اذا هن نفسهم ما بيعرفوا السوق اذا كان صاعد ولا هابط، فانت فيك تحط مثلا هون عند 19920 او 19919، السعر والله كسر لفوق، انت داخل مع السيولات مع الحيتان مع الانستتيوشنز وطالع لفوق، عكس ذلك انت ما اشتريت والسوق خليه ينزل لتحت، بترجع بتدرسه مرة ثانية بتشوف وين في عندك نقاط شراء مرة ثانية، فشباب هي طريقة دراسة الانستتيوشنز تمام؟ بالسوق في عندنا نوعين، في عندنا المتداولين الريتيل لهم سلوك معين والانستتيوشنز لهم سلوك معين، هون قلت لكم البيتكوين انه هابط تمام؟ بس خليني اوريكم صورة على الفوليوم تمام؟ لاحظ هون انه اصلا هنن إذا صغرنا الشارت شوي تمام، عملنا تصغير للشارت شوي أوكي، فلاحظ هون من هاي النقطة كميات شراء، هون تمام كميات شراء عم تنقص منحني هابط، فهذا الاتجاه ليس صاعد أوكي، السعر طلع عملوا اختبارات هون أوكي ونزلوا بشموع هابطة لتحت، فبنية الشارت بدك تطلع على البنية العامة هل هي ضعيفة ولا قوية تمام، حتى الآن هذا هو الوضع، فأنت دائما خذ آخر موجة تمام، قلنا لكم وقت عنا هبوط وهبط السعر، قلنا لكم الخبر حيأدي لهبوط البيتكوين، طبعا كان عندنا مؤشرات قوية من الكريبتو بوينت إنه هذا الخبر حيعمل هبوط وبالفعل عمل هبوط، فانتهى الموضوع. هلا شايفين ما في كميات شراء، كميات البيع عم تزيد، السلوك الانستتيوشن هو سلوك بيعي وليس شرائي حتى اللحظة الحالية، هذا الصعود هو اختبار بفوليوم عم يتناقص اوكي، فنشوف هلا هلا بعد هي الشمعة حيبين معنا، اما حيخترقوا 19920 هون بتحط امر شراء معلق، او خلاص السعر حينزل يهبط لتحت وحينزل ساعتها بشموع قوية لتحت انهيارات، مو انهيارات بمعنى حيوصل البيتكوين للألف، لا بقصد انهيارات يعني شموع قوية. يلا بالتوفيق شباب.